طبعا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن طريق انشاء مدونة بلوجر وعملنا اول الواجهة بتاعتنا. طبعا ما خدتش وقتي في رفع الفيديو ده علشان ما سيبكش كده لوحدك، لكن في الفيديو ده هنتعلم مع بعض طريقة ضبط اعدادات مدونة بلوجر بحيث انك لما تيجي فيما بعد تكتب مقالات على طول تظهر في محركات بحث جوجل. طبعا في كذا ستيب كده هنمشي عليها مع بعض علشان تبدأ يعني في ضمان ان المدونة بتاعتك هتتأرشف على بلوجر. فخلي بالك انا بقولك على احدث المعلومات اللي تقدر تستخدمها في المدونة بتاعتك. فتعالوا بك نروح عندنا على ضبط اعدادات بلوجر. اول حاجة بتخش على منصة بلوجر وبعد كده بتروح عندك على الاعدادات. قال لك هنا في العنوان، طبعا احنا زي ما احنا اتفقنا ان العنوان كتبناه المرة اللي فاتت اللي هي عنوان المدونة بتاعتك اللي هي بتكتب فوق هنا زي ما انت شايف كده. طيب دلوقتي الوصف، والوصف ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. طيب الوصف ده علشان ايه؟ لما اي حد بيجي يكتب كلمة مفتاحية اللي انا هقولها لك دلوقت، على طول بتظهر المدونة بتاعتك في اول محركات بحث جوجل. يعني على سبيل المثال انت معاك من اول صفر كلمة لحد 500 كلمة، يعني انت معاك لحد 500 كلمة تقدر تكتبها. فعلى سبيل المثال ان انا مثلا ممكن اكتب كل الكلام ده وهقول لك انا كتبت ايه دلوقت. الذكاء الاصطناعي، تحويل الصور، تحويل الصور بالذكاء الاصطناعي، برامج الذكاء الاصطناعي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، شات جي بي تي، ممكن تكتب ديب سيك، ممكن تكتب مثلا اي حاجة عن مجال الذكاء الاصطناعي. اكتب زي ما تكتب، معاك اكتر من كلمة مفتاحية، معاك لحد 500 كلمة. بس يفضل انك ما تكتبش مثلا يعني اي حاجة مخالفة للكلمات المفتاحية او المقالات اللي انت هتكتبها. يعني مثلا لو انت بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي ما تروحش تتكلم لي في مجال الطبخ، تكتب لي مثلا طريقة عمل صينية مش عارف ايه. فانت لو بتتكلم في المجال بتاعك انت حاول تكتب في الكلمات المفتاحية الخاصة بالمجال بتاعك. اظن وضحت. طيب دلوقتي انت لو بتتكلم عن الطبخ بتكتب برضو كلمات مفتاحية عن الطبخ، ممكن شات جي بي تي يساعدك في حاجة زي كده. قول له اكتب لي كلمات مفتاحية عن الطبخ واضغط انتر، هيكتب لك اكتر من كلمة مفتاحية زي ما انت شايف قدامك كده. روح عندك على كلمة حفظ، تمام، وبعد كده بتنزل تحت كده شوية لغة المدونة اللغة العربية. طبعا لو انت بتعمل مدونة باللغة الانجليزية خليها المدونة باللغة الانجليزية، مش هتفرق كتير. محتوى للبالغين، لو انت مثلا محتوى بلس 18 فانت حاول تعمل تفعيل، لو المحتوى عادي جدا ما تعملش تفعيل، ويا ريت تعمل محتوى ممتاز، محتوى هادف، ما يكونش محتوى مسيء او محتوى غير هادف عشان ربنا يكرمك فيه. طبعا هنا بيقولك رقم القياس التعريف في الاحصاءات في جوجل مش عايزينها دلوقت. الرمز المفضل، طبعا الرمز المفضل اللي هي العلامة اللي بتبقى فوق هنا، يعني مثلا لو جيت تروح هتلاقي صورة شات جي بي تي محطوطة ايه بشكل صغير قوي. كذلك برضو بلوجر، تمام، دي اسمها الرمز المفضل. يعني على سبيل المثال بما ان هي بلوجر اي اي هضغط عليها واقول له هنا اختيار ملف، وبعد كده بختار عندي الايكون زي ما انت شايف قدامك دي كده، دي اسمها الايكون. وبعد كده بتضغط عندك على كلمة حفظ وبتتحفظ بالشكل اللي قدامك ده كده. طيب انا هقدر اجيب الصورة دي منين؟ اكتب مثلا المجال بتاعك وبعد كده ايكونز، يعني مثلا اي اي ايكونز، هتلاقيها موجودة الايكونات صغيرة كده بتنزل بصيغة بي ان جي، تقدر تحملها وترفعها عندك على المدونة. طيب خلصنا من الاعدادات الاساسيه، نخش بقى في الخصوصيه. طبعا مرئيه لمحركات البحث، خليها مرئيه، وطبعا من اول الانشاء يفضل انك تخليها مرئيه. طيب انزل تحت كده، قال لك هنا عنوان مدونه بلوجر، لو انت محتاج اي تعديل عدل، لانك مش بعد كده مش هتعرف تعدل خالص، ولو عدلت بعد كده يبقى انت عملت اكبر مصيبه، فانت عدل من دلوقت. فلو في اي حاجه مثلا غلطه بتاع تقدر تعدلها واعمل حفظ. طبعا النطاق الخاص خليها شويه زي ما هي علشان هنبدا ان شاء الله فيما بعد هنعمل اللي هو بنحول مدونه الموقع اللي هي هتبقى www. مثلا الموقع بتاعك .com اللي هو aiblogger.com، تمام، ان شاء الله هنعملها. تحويل HTTPS طبعا ده نظام التشفير الامن، طبعا يكون مفعله، خلي بالك من النقطه دي. الاذونات بقى لو انت عاوز تضيف مشرف على الصفحه، اي حد معاك، صاحبك، اخوك، تقدر تشتغلوا مع بعض على مدونه بلوجر، تقدر تعملها لو انت عايز تضيف اي مشرف على الصفحه. هنا بقول لك هنا الحد الاقصى للمشاركات المعروضه على الصفحه الرئيسيه، يعني يفضل تخليها مثلا 10 وما تكترش عن كده، تمام. طيب انزل تحت كده بقول لك نموذج المشاركات اختياري، العرض المبسط للصور، يعني مثلا في المقال اللي انت هتكتبها بيظهر العرض بتاع الصورة بيبقى بشكل مبسط، فالكود ده بيخلي لك المقالة بتفتح معاك بشكل أسرع، فأنت خليها مفعلة عادي جدا. ظهور أو الصور تظهر بأسلوب التحميل الكسول، هقولك على حاجة، هي فيها ميزة وعيب.
الميزه انك المقاله بتفتح اسرع من الصوره، الصوره بتاخد بقى براحتها، يعني هو الهدف الزائر ان هو يخش عندك على المقاله بتاعتك يقرا فيها، لكن مش عايز الصوره دلوقت، الصوره بقى بتفتح على مهلها خالص. بس عيب بتاعها انك لو بتربط حساب جوجل ادسنس او رفعت عليها اعلانات علشان تبدا تكسب المدونه، فالاعلانات بتظهر ابطا، فانت دلوقتي يعني الزائر دخل قرا المقاله والاعلان لسه بيظهر، وبعد ما يجي يظهر بقى الاعلان يكون الزائر خرج والاعلان انت ما استفدتش منه، ولا استفدت بنقره ولا استفدت باي حاجه خالص. فانت خليها مغلقه، ويفضل انك تخليها مغلقه. عرض الصور بصيغه ويب بي، يا ريت انك تختار دي من الاول علشان الصيغه دي بتبقى اخف من بي ان جي وجي بي جي. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت بترفع صوره، الصوره بتنزل بثلاث صيغ مثلا، فاقل صيغه واخف صيغه واحسنهم جوده اللي هي الصيغه ويب بي، تمام؟ فانت حاول انك تفعلها علشان المقاله بتاعتك بتفتح بشكل اسرع. التعليقات، طبعا التعليقات موقع التعليقات سيبها زي ما هي، سيب كل ده زي ما هي. الاشراف على التعليقات، ممكن انت مثلا عايز تشرف على التعليقات فبتظهر لك عندك في قسم التعليقات هنا، مش عايز تشرف عليها وتتفرج عليها من بعيد لبعيد، خلاص سيبها زي ما هي. البريد الالكتروني، طبعا سيب كل حاجة زي ما هي، كل حاجة زي ما هي كده سيبها على وضعها. هنا بقول لك المنطقة الزمنية، ممكن تختار المنطقة الزمنية مثلا على حسب ما انت عاوز، في مثلا القاهرة عايز تخليها القاهرة، لو انت عايز بتوقيت السعودية خليها بتوقيت السعودية. المهم المقالات بتنزل بالتوقيت اللي هو الخاص بالدولة اللي انت هتختارها. هنا هتفرق في ايه؟ هتفرق بقى لو انت مثلا بتكتب مقالات او بتحدد مقالات مثلا في دولة معينة، يعني انا في مصر بكتب مقالات خاصة بالسعودية مثلا، لان عارف ان السعودية النقرات بتاعتها اعلى، الزيارات بتاعتها ارباحها اعلى، فممكن تستهدف النقطة دي من خلال المنطقة الزمنية، يعني بتحدد النطاق بتاعهم وبترفع المقالات على حسب المنطقة الزمنية بتاعتهم. هنا بقول لك العلامات الوصفية بتروح عندك على هنا على تفعيل الوصف، وقال لك هنا وصف البحث، هتروح عندك تكتب برضو نفس الكلمات المفتاحية اللي احنا كتبناها اللي هي دي، تمام؟ الذكاء الاصطناعي، تحويل الصور، تحويل الصور بالذكاء الاصطناعي، وطبعا زي ما انا قلت لك الكلمات المفتاحية الخاصة بمجالك اكتبها في مجالك انت. هنا بتضغط عندك على كلمة حفظ، قال لك هنا يحتوي على ما يقارب 82 من الأحرف أو أقل. طيب نحاول نقلل كده شوية، ممكن نشيل مثلا تطبيقات الذكاء الاصطناعي دي نخليها تطبيقات بس، وبرامج نخليها برامج بس، نشوف كده هيبدأ يوافق ولا لا. كده وافق الحمد لله. طيب هننزل نروح مع بعض على الأخطاء والعمليات إعادة توجيه. طبعا هنا خلي كل حاجة زي ما هي. هنا برامج الزحف والفهرسة، خلي بالك بقى من الحتة دي لأنها مهمة جدا جدا. فأنت بتفعل برامج اللي هو الروبوت تكست، طبعا روبوت تكست دي مخصصة، بتضغط هنا عندك على ملف روبوت تكست المخصص، اضغط عليها، وبعد كده بتروح عندك بتكتب التكست اللي أنا هسيبه لك في الوصف أو في التعليقات. هنا مكان الهاشتاج هتحط رابط الموقع بتاعك، يعني تروح كده تروح أنت عندك كوبي وتقوم ترفعها هنا، ده الموقع بتاعك أهو اللي هو AI GPT بلوجر. هتروح عندك برضو على نفس النظام على ملف روبوت تكست، ارفع الملف زي ما احنا اتفقنا، وبعد كده بتروح عندك على مكان الهاشتاج بتخليها هنا اللي هو AI بلوجر، تروح عندك على الهاشتاج كده ايوه، وبرضو نفس النظام على الهاشتاج اللي تحت، تمام؟ يبقى HTTPS AI GPT بلوجر بلوجسبوت سلاش سايت ماب، وعندك كمان في الاتوم بتاع الاندكس اللي هو في المقالات بتاعتك علشان تبدا تتارشف على مدونه على موقع بلوجر او على نص بلوجر، وبعد كده بتعمل حفظ. الموضوع بسيط جدا، انت بس بتشيل الهاشتاج، بتروح حط بس اللي هو العنوان الخاص بالموقع بتاعك او المدونه بتاعتك. طيب تفعيل بقى رؤوس المخصصه لبرامج الروبوت، طبعا دي مهمه جدا جدا جدا، دي علشان بيعمل الارشفه في الصفحة الرئيسية والأرشفة في على الصفحات اللي هي البيدج فين هنا، وعندك كمان المشاركات والصفحات. العلامة الصفحة الرئيسية فدي يفضل انك تعملها اول نوت، تمام؟ هتخليها الكل وعلشان تبدأ تتأرشف كلها، ودي حاجة مهمة جدا جدا. اضغط عندك على كلمة حفظ، وبعد كده بتروح عندك على البرامج والروبوتات المخصصة للصفحات والأرشيف والبحث، طبعا احنا مش محتاجينها فتخليها نودكس نوب.
انت مش محتاجها علشان ممكن فيما بعد بتعمل مشاكل في الحاجه. في حاجه اسمها ان شاء الله نبقى نشرحها، دي ادوات مشرف المواقع جوجل سيرش كونسول. بس بتضغط عندك على كلمه حفظ وبعد كده العلامات والمشاركات والصفحات خليها اول نو. طبعا ما بتعملش اي مشاكل خالص، المشاركات دي اللي هي المقالات خلي بالك من النقطه دي، وكمان الصفحات اللي هم الثلاث صفحات اللي انت تكتبهم، سياسه الخصوصيه من ناحيه نتصل بنا، كل ده نعرفها مع الوقت. اضغط عندك على كلمه حفظ وبعد كده قال لك انا تحقيق الربح كده خلاص خلصنا النقطه دي. طبعا جوجل سيرش كونسول اصبر عليا شويه علشان ان شاء الله ايه هيبقى فيها فيديو لوحده. فقال لك انا تحقيق الربح خليها فاضيه زي ما هي وان شاء الله نبقى نضيفها. يبقى احنا كده خلصنا من اعدادات بلوجر وعملنا كده كل الاعدادات الخاصه بمدونة بلوجر، وان شاء الله مستعدين علشان نبدا نكتب مقالات ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه. طبعا الفيديو اللي جاي هنبدا كده نكتب المقالات الاول وبعد كده نبدا نحط المقالات على جوجل سيرش كونسول، وان شاء الله يبقى فيه استبات كده مع بعض ان شاء الله نتخطاها باذن الله. دمتم بخير واشوفكم في حلقه جديده ومع السلامه.